مباراة مهمة جدا، أول مباراة لينا في الموسم وأول مباراة لينا في كأس أفريقيا ضد ملعب التونسي. ملعب التونسي اللي كما نعرفه كنا عمل موسم محترم جدا السنة الفارطة، الموسم المنقضي هذا الأخراني خدا كأس تونس، ترتيب محترم جدا في الدوري التونسي، قارين ألف حساب بالمنافس هذا متاعنا. نعرفه أنه المشاركة هذه مهمة جدا بالنسبة لي هو، احنا زادة حاضرين جاهزين، عملنا تحضيرات بداية موسم على مستوى عالي جدا الحمد لله. صحيح انه ما عندناش مباريات رسمية في دون لي جامب دي جوور، مي جو بونس كو ان شاء الله حاضرين وجاهزين. لعبنا عدة مباريات ودية مش مثل المباريات الرسمية. صحيح ايضا انه الفريق الكل بسبب صفة بنسبة تقريبا 80% تجدد بالنسبة ليوسما، لكن الحمد لله اللاعبين جدد أعطاه معناها لمسة جديدة، فما لحمة صارت موجودة بين اللاعبين. إن شاء الله نوريه وجه مشرف ضد الملعب التونسي، نعمل كل ما في وجهنا في وسعنا باش معناها نكونوا حاضرين لجور جي نهار السبت إن شاء الله في أول مباراة لينا. هذا واجب بالنسبة لنا احنا، كل المؤشرات إلى حد الآن إيجابية بالنسبة لنا احنا. صحيح هناك عدة معناها لاعبين أجانبين اثنين التحقوا بالفريق متأخر شوية، لكن حسوا أنه الفريق الكل جاهز وحاضر للمباراة الأولى ضد الملعب التونسي. إن شاء الله تكون شيء إيجابي، تعرف عنده قيمته. صحيح عنده قيمته لأنه نعرف برشا معناها الشامبيون التونسيان أكثر الملعب التونسي، سي ان بوان بوزيتيف بالنسبة لنا احنا بور ليكيب. مي جو بونس كو معناها سي ماتش سافا ماتش ديفيسيل، سافا تخا ماتش ديفيسيل في اللي معناها ستاتونيزي افونتاجي علينا. لعبوا معناها الدور اول جد فريق جنوب افريقي، ولعبوا مباراه بدايه موسم ضد جرزيس، لكن ان شاء الله نكونوا في الموعد ونكونوا جاهزين ونفرحوا جماهيرنا اللي تترقب فينا وترقب في موسم استثنائي بالنسبه ليوسما ان شاء الله.